هذا سائل يقول: أصبح في كثير من ملابس الشباب والشابات صور، سواء كانت ملابس صغيرة أو كبيرة، فنرجو توجيه النصيحة في ذلك. لا يجوز لبس ما فيه صور لا للكبار ولا للصغار، لا يجوز لبس اللباس اللي فيه صور حيوانات أو صور آدميين أو صور طيور، كل ما فيه روح لا يجوز هذا، لا للصغار ولا للكبار، لأن هذا فيه تعظيم للصورة وحمل للصورة، والتصوير حرام وملعون من صور، فلا يجوز حمل الصور. وإذا كان فيه صلبان، صورة صليب، هذا أشد أيضا. يجب أن تكون ثياب المسلمين خالية من الصور وخالية من شعارات الكفار، وتكون ثياب ما فيها محذور شرعي. نعم.